بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا تتابعونا داخل الكويت وبرا الكويت، ومساء جميل جمعنا معكم دوم على الخير والمحبه ومع ضيوفنا الكرام اللي نورونا دائما باستديو مساء. ننطلق معكم على الهواء مباشره عبر شاشه الجميع تلفزيون الراي. اليوم راح ننطلق معكم في هذا الموضوع وما اثرت هذه الحمله، وهي حمله حجابي تحلو به حياتي، ما بين مؤيد وما بين معارض. لذلك جاءت هذا اليوم وهذا الموضوع وهذه القضية، الحجاب والحرية اللي راح نتكلم عنه في هذا المساء. حصل جدل كثير، ناس تقول لك حرية، لذلك الحجاب وجدل الحرية هو موضوعنا في هذا المساء. راح نتكلم عنه بطرح فكري لمناقشة هذه القضية فكريا، وليست هي آراء شخصية وإنما فكر راح نطرحه ونتحاور مع ضيفنا ونتحدث بالعمق في هذه القضية ونضع النقط على الحروف فكريا، وهذه الحرب الجائرة والدائرة والمستمرة في هذه القضية. لذلك أرحب بضيف الكريم الدكتور المفكر الإسلامي الداعية الدكتور محمد العواضي. مساك الله بالخير دكتور. مساك الله بالنور، جزاك الله خير. أهلا وسهلا فيك وسعيد بلقائي معك وحول هذه القضية اللي راح أتكلم عنها اليوم وما الجدل اللي أثار هذا الموضوع، وهو حملة حجابي به تحلو حياتي. لذلك أنطلق معك، هل يستحق هذا الموضوع اليوم هذه الضجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حتى نرصد أي حدث عمل ضجة يجب أن نعرف طبيعة وقوع الحدث. الناس تأثرت وصار قيل وقال، طيب لماذا تفجر الحدث؟ وهل هو طارئ؟ وما هي دوافعه؟ هذا الكلام يخليني أنحصر في دائرة ضيقة مكانية. قضية هل يستحق الحجاب ممتدة من الخليج إلى المحيط إلى العولمة إلى 100 سنة مضت مع وجود الاستعمار واقتحامه للعالم العربي واستعماره ثم فرضه لمنظومة ثقافية ثم مجيء أناس لهم ولاءات فكرية حكموا الأمة أو مثقفون تقلدوا مراكز ثقافية ولاءهم الفكري أو أيديولوجياتهم تنتمي إلى العالم الآخر ضد هوية أمتهم. هذه الحدث اليوم جزء ومؤشر لما حدث قديما وتطور حديثا. يعني طلعت قوانين ضد الحجاب في العالم الإسلامي، نعم، طلعت العالم الغربي طلعت ممارسات قهرية ضد إن كان في تونس عند برقيبة أو كان في أتاتورك في تركيا أو كان في إيران والد الشاه، نعم، خلف فرنسا في عالمنا الإسلامي، إن كان في الجزائر 1992 حتى في جواز السفر ما تحط صورتها محجبة. يا أخي ليش أروح بعيد؟ أنا هذا حضرته، وليحن أذكر الخطبة اللي خطبها الشيخ طايس الجميلي في مسجد الألبان 1982 عندما رسم رسام الكاريكاتير في جريدة الوطن، كان في هجمة على الحجاب، رسم صورة محجبة وبدلا أن يحط هذا الحجاب على رأسها وضع على رأسها مرحاضا، إن الحجاب هو المرحاض، وضجت المساجد وأحدثت في وقتها، يعني أنت ما لحقت على الوقت هذا يمكن الله يهنيك بشبابك، أزمة سياسية في البلد. فما بالك عندما تأتي مؤسسات مثل مؤسسة راند اللي يسمونها العقل الاستراتيجي الأمريكي بعد ما كانت استشارة لوزارة الدفاع والجوية الأمريكية، وتطلع دراستها الكبيرة الإسلام الديمقراطي الشركاء الموارد، هي مؤسسة موجهة؟ هو موجهة واستراتيجية ضد الإسلام والمسلمين؟ لا، هي موجهة لتكوين للاستعمار، نعم، مسلمين ولا غير مسلمين، لكن هذا المسلم حتى تستعمره عنده هوية يعني تعينه على الممانعة، مثل ما يحاربون الإسلام اليوم بحجة التطبيع، أن التطبيع المسلم لا يقبل التطبيع، وبالتالي لازم تغير تفكيره عن مفهوم إسرائيل، عن مفهوم القدس، عن مفهوم السلام، عن المعايشة، كل هذا التزوير الذي يمارسه مثقفون وسياسيون. المهم، إسقاط على الحجاب، إسقاط على الحجاب. مؤسسة راند تصور تسمي أسماء للتطوير، بعدين يجي منه بعد مؤسسة راند وطرحه يأتي مركز ابن خلدون في القاهرة اللي عليه الدكتور سعد الدين، نعم، إبراهيم، اللي بيني وبينه أصلا صارت مقالات ومناكفات من 15 سنة عنيفة على صفحات جريدة الرأي. سعد الدين إبراهيم في مركز ابن خلدون عمل مؤتمره بعد ذلك اللي هو الإصلاح الديني، وأتى ب 22 شخصية عربية أوروبية وغيرها، وكانت المقررات واحد
إلغاء السنة الشريفة من التفسير الديني واعتماده تفسيرا واجتهادا. اثنين، تفسير القرآن الكريم بتفسيرا عصريا آنيا واستبعاد كل التفاسير القديمة السابقة وتفاسير، وبدأوا بإبطال. يعني تصوروا مؤسسة راند تنص على اسم محمد شحرور الذي على صوته هذا اليوم وتبني. لماذا؟ فالمسألة ليست سهلة، المسألة يدخل فيها موجهة واستراتيجية مدروسة، وفيها ناس عاد غير موجهين تتوظف لهذا أو تخدم بشكل غير مباشر. جدا تخدم بشكل غير مباشر. طيب هذه الضجة تزامنت مع حملة وزارة الأوقاف مؤخرا، يعني خصوصا أن الاعتراض قالك بأن هذه الدولة يجب أن تقف على الحياد. صحيح، لماذا تدخل أنت كونك دولة؟ قف على الحياد، إذا كان قطاع خاص ما في مانع، لكن أنت دولة لماذا تتبنى هذا الموضوع؟ أولا، من الذي أثار ضجة؟ أثار ضجة هم الذي يعني المسلمين متحجبين، وفي مجتمعنا من المحجب وفي السافر وفي الحجاب أنواع، الحجاب اللي حجاب وفي الحجاب اللي نص نص وفي الحجاب اللي وفي، مو هذا موجود؟ موجود. طب لماذا الاعتراض على مثل هذا الحكم الشرعي الثابت القطعي المجمع عليه؟ لاحظ أنا قاعد أقول كلمات دالة. نعم. زين، في ظل شغب وعبث. نعم. طيب، وبعدين لما تصير ضجة، لأن الحجاب مو قضية مخفية، ظاهرة ومتصلة بالإنسان، المرأة الزوجة، المرأة البنت، المرأة الأم، فبالتالي داخل في كل البيوت، وما من بيت إلا فيه محجبة، وكما أن كثير من البيوت فيها متبرجات. هذا مجتمع، جار، بيت، موظفة، هكذا. طيب أليس من منطلق الحرية بما أنت حرة بأنك غير محجبة، أنا حر أنا أتحجب؟ هذه راح أتي على الحرية، لكن أنا أولا راح أتي إن قضية الحياد الدولة. أحيانا الحياد يكون سلبيا ويكون تخليا عن واجب، فليس كل حياد إيجابيا. ولذلك أذكر الله يرحمك يا غازي القصيبي لما كتب في جريدة الشرق الأوسط سابقا أيام غزو العراق للكويت، يقول هنا الحياد ليس صحيحا عندما ترى امرأة تغتصب ثم تقول أنا محايد، هذا أنت هنا مشارك في الجريمة. لذلك عندما تقول لأن حرية شخصية ومجتمع مدني، أنا أجيك بالمراجع. بالضبط، هناك من يقول يا أخي إحنا مجتمع مدني بل تحول إلى، وهناك من يريد أن يحول بل حول إلى صراع ديني مدني. أنتم من تدفعون بالصراع الديني المدني. أول شيء، ما من مصطلح، وهذا لازم نعلم أنفسنا والمستمع وأبنائنا، ما من مصطلح إلا وله عدة دلالات، حتى لو كانت دلالته في وضعه الأصلي واحدة المعنى، يعني قد تتطور الدلالة الاستعمالية في أماكن كثيرة. فمثلا المجتمع المدني. نعم. المجتمع المدني في فرنسا العلمانية الشرسة يختلف عن المجتمع أو النظام المدني في الكويت. بالضبط. فالنظام المدني في الكويت له خصوصية. لماذا؟ لأن النظام مدني بمرجعية شرعية. نعم. وفق الدستور أيضا. وهذا وهكذا يتشكل. نعم. الدستور. هذا كتاب العالم الكبير الدكتور عثمان عبد الملك الصالح اللي المرجع الأكبر في الكويت في كتابة النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، دراسة تحتلية على آخر. أشوفك يعني واضع يعني نوت إذا في شيء مهم. أيه دخلنا بنقرأ دكتور. أنا جايك شنو الفصل المهم هنا؟ أي فصل؟ المخرج يساعدني. نعم. الفصل الأول، الاتجاه الإسلامي في الدستور الكويتي. هو الآن على الهواء واضح. واضح؟ نعم. أيوة نعم. شوف واضح. بعدين يجيك أولا الاتجاه الإسلامي الموضوعي في الدستور، ألف يعتبر من قبيل هذا الاتجاه الموضوعي عدم خروج الدستور عن كنف الأحكام القطعية في الكتاب والسنة، لاحظ العبارات. باء، مثل غالبية الدساتير العربية نجد الدستور الكويتي يؤكد في مادته الثانية أن الدين الدولة الإسلام. جيم، لم تقف المادة الثانية عند حد النص على أن الدين الدولة الإسلام، بل نصت كذلك بصراحة على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. سامحني راشد، معاك دكتور. مهم جدا، مهم هذا جداً الكلام. مهم. المشكلة مهم. الذين يتكلمون ويقولون ما لا يعلمون ويعلمون قبل أن يتعلمون، عيب. تدري من المشكلة دكتور؟ بأن لما يكون شخص ذو قيمة علمية أدبية ومكانة مرموقة علميا ويتحدث، أنا يعني أقرأ وراء هذا الرجل أو تلك المرأة وأقول أن كلامها أكيد صحيح، هي من على علم، مبني على علم. ولذلك يجب أن نعطي الناس أماكنهم. يعني مثلا أنا أول ما طلعت من الرأي قلت تحطون دكتور. ليش؟ قلت لأن أنا دكتور في القاعة، دكتور لما أدرس المادة،
لكن أنا أتكلم في الشأن العام الآن وقيم مطلقة خليها الدكتور، لكن حطوها بعدين. يعني ليش؟ لأن أنت دكتور في تخصصك، ففي إعطاء تضخيم والسمة في غير موضعها عند الأسماء الكبيرة. لذلك طيب نكمل دكتور، شنو دال وطبقا لحكم المادة 4 من الدستور، المادة 6 من قانون توارث الإمارة، يشترط في رئيس الدولة أن يكون مسلما وابنا شرعيا لأبوين مسلمين. يعني ما تقول حرية شخصية، ديمقراطية، احنا مدنيين، هذا كويتي بوذي يحكم، ما يحكم حبيبي. أنت الآن تفرق بين الدين والمدنية. أنا أتكلم عن المدنية المستندة إلى نص وشرع ديني لهذا البلد يضعه في الدستور بعدين. طيب وأخيرا، فقد نص الدستور في مادته 12 على أن تصون بين قوسين تصون الدولة التراث الإسلامي، وفي المادة 18 على أن بين قوسين الميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية، معناتها تلتزم بأحكام الميراث، ما نقبل منك اجتهاد وتأويلات أبدا حتى في النص. ثالثا الاتجاه الإسلامي في الدستور حيث الشكل والصياغة، استعمال لفظ الشورى في الحكم في ديباجة الدستور. لاحظ ولاحظ اللفتة الذكية للدكتور عبد الملك عثمان، يقول استعمال لفظ المبايعة في صياغة المادة 4 من الدستور ومبايعة مجلس الأمة بدلا من لفظ موافقة أو ما يرادفه ما يرادفه. إذا تلفظ بلفظ مبايعة، مبايعة وليس موافقة. آخر نص إيه؟ وأخيرا ما ذكرته المذكرة التفسيرية في تعليقها على المادة 33 من الدستور من أن كون العقوبة شخصية هو تطبيقا لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبعدين بالأخير طبعا حاط الدستور أين الصراع الديني المدني في هذه الدلالات وهذا المستند اللي حضرتك تستند إليه وتحاول توصله للمشاهد الكريم. نريد أن نجمع ما ذكرته بمعنى حتى أنتهي من هذا الملف. هناك من يقول بأن هذا صراع ديني مدني يجب أن يقف عند حده. بعد الفاصل ما هي إجابة الدكتور محمد العوضي؟ الداعية والمفكر الإسلامي الدكتور محمد العوضي، ماذا تريد أن تسقط من خلال ما تفضلت فيه وذكرته واستندت إليه في الكتاب، وحتى نغلق هذا الملف الصراع الديني والصراع مع الصراع المدني؟ احنا قلنا أن هؤلاء الذين صعدوا بهذه الطريقة، هؤلاء يستنسخون المنظومة الأوروبية في علمانياتها، لا سيما مثل الفرنسية وغيرها، فالذي الدين أصبح سلوكا شخصيا ذاتيا لا علاقة له في المنظومة السياسية والقوانين، تروح كنيسة تعلق صليب على صدرك كذا. إحنا غير، إحنا ضمن الدين في الدستور وبأصوله. نعم، يعني مو قارين الدستور، هم مو عارفين الدستور. هذا أنا يعني منين يستمدون هذه الأفكار؟ من المجتمع، مو عايشين معانا، مو عايشين في هذا المجتمع الإسلامي، مو متربين في الأسر والبيئة الإسلامية. وفوق ما قريته من القوانين، شوف أنا إيه؟ مثلا مادة الدستور في الأخير، مثلا خلنا أقرأ لك الباب الثاني في الدستور الكويتي، المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، بس هذه اللي تخص الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ إلى آخره. يعني الأسرة أيضا قوامها الدين. يأتي الدكتور عادل الطبطبائي، نعم زين، أيضا في كتابه وهو حقوقي كبير كما تعرف الوزير السابق، نعم، النظام الدستوري في الكويت دراسة مقارنة، يضيف يعني نفس الباب، وهذه كتب يعني مدرسية ومرجعية ضخمة، نعم، تتشابه الأبواب. المطلب الخامس الاتجاه الإسلامي في الدستور الكويتي، يذكر نفس الكلام على الهوى، هو موجود الآن على الهوى، لكن يجي يضيف شيء مهم. لاحظ وإعلان الدستور الإسلام دينا رسميا للدولة لا يتنافى مع حرية العبادة أو حرية أداء الشعائر الدينية، فلكل فرد أن يعتنق ما يراه من الأديان أو المذاهب، وأن يقيم شعائر عقيدته بما لا يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب. بعدين حط لك ولكن، شوف هذا الاستدراك، ولكن ذلك لا يمنع الدولة بطبيعة الحال من أن تتبنى دينا معينا تمنعه رعايتها وتأييدها، وهو ما يحدث عندنا، وهو ما يحدث عندما يكون هذا الدين هو عقيدة أغلبية السكان. يا أخي احنا بلد مسلم. إذن هذا ما سنت إليه هو مبرر لهذه الحملة التي تبنتها وزارة الأوقاف الحكومية. طبيعي جدا. طيب أنا لما قلت لك أن هذا من يتبنى الرأي الآخر،
بناء على ذلك بناء على ذلك أن دين الدولة الإسلام والدستور ينص على ذلك أقام وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف أقامت بهذه النشاطات الدينية. واحد يقول لي يعني بس يعني لازم لحملة حجاب؟ قلت أنا تبي وزارة الأوقاف تسوي لك حملة عرض أزياء؟ يعني وزارة الأوقاف يعني إيش تبي تسوي يا جماعة؟ ترى بعض الناس يكلمك أنه ما أدري شلون مهوس. يعني هو رد على الحملة الأخرى؟ يعني ليش هذا التوقيت؟ لماذا ظهرت بهذا التوقيت؟ وكأن هناك مغزى لإقصاء الآخر. هذا السؤال يسألونه هم مو أنا. أنا عندي ظاهرة إيجابية وقعت في هذا التوقيت أو ذاك، وما المانع أن إنسان يعالج خطأ معينا بطريقة راقية مثل هذا العمل. جميل. لما قلنا لك أن من يتبنى هذا الفكر وهذا الرأي وهم أبناء هذا المجتمع ومسلمين وليسهم خارجين عن الملة، فيقولك يا أخي أنا حر في هذه التصرفات، لماذا أنت وصي علي في هذه القضية؟ أنا حر فيما أطرحه لكم دينكم ولي الدين، يعني وإن كان توظيفه ليس في محلة، لكن القصد من هذا المبدأ أنه يقولك أنا حر يا أخي علاقتي مع ربي أنا حر فيها، أنت ليش تكون وصي علي في هذه القضية؟ لذلك أنا أقولك من تبنى هذا الرأي هم أبناء هذا المجتمع ويعلمون تماما ما جاء في الدستور ويعلمون تماما ما هي القوانين والأعراف والنصوص القرآنية، ولكن يصدح برأيه يقولك علاقتي مع ربي خاصة، هذه حرية شخصية ما لك علاقة فيها. شو ترد عليه أخي الكريم؟ كلام هذا مطروح لكن لابد من مقدمات وفرشة. مشكلة الناس اليوم حتى في الحوار الفكري تكديس معلومات بدون وجود منهجية صحيحة في التفكير أو قواعد يبني عليها الإنسان. إذن حرية شخصية عدل، خلنا نأخذ الكلمتين. أولا هذا الإنسان أنا وأنت وهو وهي، لا شك أننا بشر نشعر بأن عندنا حرية. ما ودي أتكلم الآن على النظريات التي تفسر الإنسان تفسيرا حتميا كالنظرية الحتمية البيولوجية عند داوكنز أو النظرية الحتمية الاقتصادية عند ماركس أو الحتمية النفسية الغريزية عند فرويد أو يطول حتى الحتمية القانونية في منظومة الفلسفة القانون الأخيرة عند فلا إحنا ديننا أو الإنسان بدأ يشعر أنه حر. طيب أنا حر، عندي عقل يميز بين البديلات أحد وظائفه، وإرادة تختار أحد هذه البديلات، لبن خمر، حجاب سفور، عدالة ظلم، كلها بدائل. ما هناك غرائز وهناك أحكام دشداشة بنطرون. أنت إنسان تختار. طيب هذا الاختيار في البدائل، والإنسان لما كان حرا من طبيعة الإنسان، هذه قاعدة أخذها قاعدة، من طبيعة الإنسان كلنا يريد أن يحقق أكبر قدر من المصالح والمكاسب بأقل قدر من الجهد والخسائر. ليش يبرشم؟ يبي يوفر وقت وجهد. ليش يطلع عكس الطريق؟ لا يريد أن يخسر بنزين في الطريق الطويلة. ليش يخالف النظام في الطابور؟ كلنا نريد أن نحقق أكبر قدر من المكاسب بأقل قدر من الجهد والتعب، ولكن تتضارب هذه المصالح. إيه شو اللي يحكمها؟ تضاربها وش اللي يحكمها؟ ما اللي يضبطها؟ إيه. أولاً قبل الضبط يجب أن نعرف أن الإنسان تتحدد حريته بأشياء. واحد، الناموس الكوني، فأنا حر لكن أنا محكوم بقانون كوني بيولوجي. أنا ما أستطيع أن لا أتنفس وحر نص ساعة أو ربع ساعة أو خمس دقائق. أنا لا أستطيع أن مستعجل أقفز من الدور الثاني على الأرض لأني محكوم بجسم وجاذبية ومسافات محددة. أنا لا أستطيع أن في نظام يحكمني، هذا يحدد حريتي. ثاني ما يحدد الحرية الأعراف الاجتماعية، العيب الغلط، وهذا موجود في كل مكان. حتى أنا قلت في فيديو سناب شات قبل يومين سوى ضجة، قلت أناقش علمانيين، قلت والله اللي يقولون ملابس هي شكل يوم، قلت شوف تخيل أسرة علمانية ملحدة في فرنسا العلمانية الشرسة، وطحن الأب والأولاد أمام أمهم في القطار، أمام القطار الأم انهارت، عندها عزاء، ذهبوا الفرنسيات الملحدات وهي ملحدة إلى العزاء في أول يوم، ولكن واحدة قالت أنا أريد أن أذهب إلى العزاء بالمايو. ليش مايو؟ قال له هيش قيمة الإنسان بالملابس، أنتوا ناس ما تقدرون، أنتوا كل قضايا شكلية، أنتم مع الأسف من القرون الماضية، أنتم عندكم خاضعين للفخر الذكوري، أنتم إلى آخر الكليشة. وراحت. ماذا يكون النتيجة؟ قلتها بصراحة وأقولها في الحوار الفكري وأناقش في أكبر واحد، بلنعال يا شيخ راشد، بلنعال حتى لو ملحد. لماذا؟ هذه لها فلسفة يسمونها الإله الخفي لفيلسوف أمريكي شرحها صاحب كتاب نحو إنسان حداثة إنسانية لطبعه الجزيرة، راح نجيها. نعم. إحنا نحتاج جلسات عموما. إذن في هذه القضية عرف كوننا ناموس كوني بيولوجي
عرف قانون، وهذا القانون إما يكون قانون بشري وضعي، لو يكون حتى في قبلي من آلاف السنين عند الهنود الحمر، أو قانون معاصر، أو قانون نسميه قانون أو أحكام شرعية سماوية. طيب، هذا التي تحدد قضية النظام بين الناس في حرياتها وفي تحقيق مصالحها. فقصة الحرية هذه لازم تفهم بهذه الطريقة. طيب، احنا كمسلمين مصالحنا ليست فقط يعني مرتبطة في المصالح الدنيوية، مرتبطة ايضا بالاخروية. هذا الذي زنى بحريته مع هذه في مكان مخفي، نحن صحيح هم مارسوا حريتهم وبالخفاء ما حد يدري عنهم، لكن ايضا في ديننا في التصور الكامل للإنسان والكون والحياة والوجود في عندنا ان هذا له اضرار في اخرته، لذلك تأتي احكام عليه. فلما نقول انا حر، طيب انت حر ليش زعلان من الاحكام الشرعية؟ ثم تقول لي انتم ليش تفرضون؟ من قال احنا فرضنا؟ احنا راح ننصح، راح نوصل حق الاحكام الشرعيه. احنا ننصح، لا احنا ننصح. الزنا حرام، يعني هذه محرمات ذكرت بنص صريح. انا لا اتكلم بنصوص قرانيه بعد قليل ان شاء الله. تفضل دكتور. هل يا شيخ راشد احنا نقول هل في واحد راح ومسك واحد ليش ما تصلي وضربه وقال اصل؟ هل في واحد قال تعالي تحجبه ولفها؟ احنا قاعد نقول يا بنتي يا اختي، الحجاب حكم شرعي، والحجاب امر رباني، والحجاب له ايضا وظيفه اجتماعيه الى اخر شيء. وين المشكله؟ هم من اللي مسوي المشكله، احنا ولا هم؟ يا جماعه هم اللي سووا المشكله. وليش تعتبرها مشكله؟ انت ليش تعتبرها انها مشكله؟ راي، ابدا برايه، يرى بان الحجاب وهذه الحمله وتوقيتها جاءت متزامنه مع توقيت اخر غير صحيح. انت ليش زعلان؟ يعني يوجه لك بهذا السؤال، انت ليش زعلان اني انا بديت رايي؟ عندما تسمى الاساءه رايا، يجب ان نرجع الى متى يكون الراي رايا، ومتى يكون سخفا، ومتى يكون باطلا. أليس هنالك معيارية مرجعية إذا اختلفنا عليها أن هذا الرأي سخيف ولا لا؟ شنو المرجعية اللي تحزم الخلاف؟ العقل، التجربة، العادات، التقاليد، القوانين، الأحكام الشرعية. هذا مناط الخلاف. الدستور الكويتي اللي تقولون عن الدستور، نعم، زين، يقول لك هذه الأحكام اللي قرناها في الفاصل الأول، دين الدولة الإسلام. إذا أنت تستند إلى قوانين ودستور يحكمني ويحكمك، إذا أنت لا تريد اللجوء إلى الشريعة. ومع ذلك نتكلم بطريقة فطرية، حتى لو ما يكون قوانين، يا جماعة هذا ديننا، إحنا مؤمنين أنه حق وهو دين غالب المسلمين، وأنت جئت تعترض على حكم شرعي ثابت من مسلمات المسلمين. يعني الحجاب من المعلوم من الدين بالضرورة، الحجاب أجمع عليه كل مذاهب الإسلامية ما اختلفت عليه، السنة، الإمامية، الزيدية، الإباضية، الظاهرية، إجماع على أن هذا الحجاب واجب. فيأتيني واحد يتفذلك ويتفلسف، إذا يقول لك واجب ما هي فريضة. طيب، إذا هذه النقطة راح أتكلم عنها، لكن ما تفسيرك وما هي الأسباب من وجهة نظرك وما آثار هذا الأمر في ظهور مقاطع في الآونة الأخيرة واحتفالات ومناسبات واستقبالات وحلويات وعشاء ودعوة وناس لخلع الحجاب؟ حفلة تعمل لخلع الحجاب، أنا قطيت حجابي، حياكم على الحفلة، يا هلا مرحبا فيكم. هذه يا ترى شنو أسبابها وشنو هي آثارها؟ بعد الفاصل. دكتور محمد، ما تعليقك وما أسباب هذه الظاهرة، إن صح التعبير أنها ظاهرة، وشنو هي آثارها وتعميم الحالات أو السلوك الفردي وتعميمه وتحويله إلى ظاهرة؟ هل هو متعمد أو لا في عملية الاحتفالات والحفلات التي تقام في خلع الحجاب؟ سؤال جميل. وإحنا قاعدين نتكلم في يعني الشهور الماضية عن قصة الظاهرة، ودعتني وزارة الخارجية الكويتية مشكورة في حلقة نقاش في الكويت، كان يعني من دعوة سفراء ومؤسسات لمناقشة تأهيل العائدين من مناطق النزاع. فجاءت كلمة ظاهرة من عدمها، فنحن حتى نقول ظاهرة من عدمها لابد أن نعرف الظاهرة. فأنا اخترت هذا التعريف للظاهرة، اللي هو الظاهرة المشكلة تتحول إلى ظاهرة. طبعا المشكلة تتحول إلى إشكالية، الإشكالية معناتها أن المشكلة هذه عندها عدة روافد تداخلت في بعض فولدت مشكلة أخرى. حتى تفهمها إشكالية، نعم، يجب أن تمسك الخيوط كلها. نعم، وعلماء الاجتماع أكثر ما يطرحونها بعبقرية فذة في قضية تحليل المشكلات الاجتماعية. لكن المشكلة تتحول ظاهرة عندما، عد معاي يا أخوي راشد، واحد، تتكرر حدوثا. اثنين،
تتقارب زمانا، ثلاثة تتنوع شريحة، أربعة تتسع مكانا. مناطق، خمسة تزداد حدة، ستة وتنطلق من فكر يغذيها لا من ردود أفعال. فلما تأخذ هذه الظاهرة أو غيرها، إرهاب، تفلت من العمل، طلاق، جرائم خدم، اطلعها وفق هذه المنظومة. وهذا ما أستطيع أحكم أنا ظاهرة من لا، حتى تكون عندنا فرق بحثية معتبرة تقوم بدراسة وازنة. إذن في ظل هذه المعطيات لكن لها ظهور، خمس نقاط إذا ذكرتها إذا توفرت تصبح ظاهرة، لكن لها ظهور، لها ظهور، لها ظهور. فرق بين الظاهرة وأن لها ظهور أو لها حضور أو لها اسم والإعلام يشارك في طلوعها. أول شيء، ليش يحصل حفلات؟ يعني واحدة لأي سبب قطعت الحجاب، ردة فعل، أمنيات معينة، موقف فكري، أي شيء. لكن لماذا بنات يصورون نفسهم لإلقاء الحجاب؟ أخطر شيء أن تنتقل الظاهرة من عمل فردي إلى عمل جماعي. مخدرات، واحد يحشش بروحه لكن يصير فريق، ثم تنتقل من عمل جماعي إلى عمل بزنس، ثم تنتقل من عمل فردي إلى عمل جماعي إلى عمل بزنس إلى منظمة. عمل منظم، منظمة معرفية، يعني تبرر معرفيا، تسند. يعني واحد يرتشي تقول ليش سوي هالشكل، تقول والله ضعف، هني موقف انفعالي نفسي صالح. هل ممكن يتطور الأمر كذي؟ يتطور، لكن لا، يقولك لا، من قالك الرشوة غلط يا عم؟ البلد ماشي بالرشوة يا عمي، روح اربح نفسك، يبرر نفسه يخرجها. هذه خطورة جدا. كذلك الحجاب ممكن يوصل هالمرحلة دكتور؟ يوصل جدا. احنا عندنا أصوات تعتلي وترتكب مغالطات منطقية وشرعية ولغوية في قضية إلغاء حكم الحجاب، راح نجيله إن شاء الله. لازم نقش. الحل برأيك هو المواجهة طبعا، هو فرد النقاط، المواجهة والحوار هو الجسر الذي يجمعنا. احنا ليش طلعنا الكتاب هذا؟ وينه؟ يعني هذا الكتاب، نعم، جدلية الحجاب من مؤسسة رواسخ اللي أنا الرئيس التنفيذي لها، اللي بدأت رمضان الماضي في تدشين العملها. زين، وهذا يمكن سادس كتاب انطلع. نعم. رواسخ هذا تأليف حضرتك؟ لا، هذا تأليف كلفنا فيه الدكتور صهيب محمود السقار شامي. نعم. زين، لكن أنا قدمت له لأن رئيس المركز. زين، فهذا الكتاب إيش سوى؟ أنا كنت حاسب الظاهرة. يعني هذا الكتاب من سنتين اشتغل عليه. أنت تراصد الأمر هذا؟ راصد يعني من زمان. متوقع. وتأتيني أسئلة وأناقش وأذهب وأزور، ويزورون بناتنا في البيت وأمهات. وتقعد معي أم أحمد، وتقعد معي بناتي، بناتي يجيبوا لي بنات. يا شيخ راشد، نحن دعاة لا قضاة، ونحن الداعية عندما لأي شيء، ولد عاق أبوه، عندما تنظر له بعين الرحمة وعين الأبوة، وأن ولدك تنظر نظرة غير، ما تنظر له بشزر أو منتقص، أنت تبيه للخير، بالتالي تترحم معه، تترجاه، تقول له أرجوك اسمعني. أما اتق الله يا خبيث، وين قاعدين احنا؟ إذن هي إبراز ذمة ولا إنجاز مهمة؟ تدعو للنقاش بالحسنى. طبعا هذا الكتاب ناقش الشبهات مع مقدمة شرح الآيات، ثم فصل الإشكالات المعرفية في الموضوع. ناقش محمد شحرور، ناقش جمال البنا، ناقش محمد عبد الجابري، ناقش المستشار عبد الرحمن العشماوي، ناقش نوال السعداوي، ناقش عدنان إبراهيم، ناقش سعد الدين، الدكتور سعد الدين مال القاهرة، ناقش مجموعة كبيرة على حسب الأبواب. لماذا لا نجد هذه النقاشات علنية؟ لازم تصير علنية. كان في السابق هناك نقاشات علنية والدعوات علنية، لماذا لا نرى علنية حتى المشاهد تعلم بأن ليس بالكثير ولا أمة اقرأ لا تقرأ؟ صارت. لذلك نرجع على قضية ليش البنات يعلنون، تحولت يعلنون لأن تصير حركة. لاحظ، ولذلك أحيانا تصير موجهة، وأنت تستطيع بقراءتك وذكائك وقراءة الكامن في المجتمع والبنية التحتية، نعم، والمضمر، بأن الأمر وراه شيء. مثلا في مدرسة خاصة إحنا ما نسمي، فيها حركة هالشكل، موجودة حاليا في البلد، موجودة عندنا بالكويت مدرسة خاصة طبعاً. مثلا فيها حركة بهذا التوجه وهذا الاتجاه. نعم. مثلا تعالي يا بنت، انت ليش متحجبه؟ من قالك حجاب واجب؟ لا انا متحجبه امي كذا. لا احنا نجي، يجون المتبرجات في هذه المدرسه مثلا ويزورونها وهن مرتديات الحجاب، ثم يلا حفله، هي قطينا حجابنا، انت قطي حجابك. عمل شيطاني، ها، ويعني عمل مدروس ومدبر وسيكولوجي نعم وجمعي، وراه بعد معرفي ووراه محركات. من الصندوق الاسود الذي يحرك؟ ها، انت مسكون بعقليه المؤامره،
خلت مر الحلقة على راحة وخلت مر الشهور شوية، ويمكن احنا نطلع لنا بحلقة ثانية أو على الواتسابات أو على أي وسيلة نقط خيوط. من أجل ماذا؟ من أجل معرفة دوائر التداخل بين السياسي والاجتماعي والديني والخارجي. ولماذا لا يصير التداخل العكسي؟ أنا أتداخل مع الجهة الأخرى وبدال رمي الحجاب لبس الحجاب. طب هذا جزء الدعوة، لازم. فالقضية شيخ أن هذا يحدث طبعا تحتاج إلى دراسة اجتماعية. طيب. من قضية الاستهلاك وضخ الدعاية، من النمذجة الخاطئة أنك تطلع لي فاشينستات أن ذيل هم القدوة. أنا عندي حلقة راح أعرضها في الرأي ثاني يوم رمضان، دعاية مجانية يلا حق الرأي. أول حلقة عرض، ثاني حلقة هوس الشهرة، دراسة أنا مع مجموعة من التربويين المخصصين، ثالث حلقة رمضان إن شاء الله جناية الفاشينستات على أنفسهن أولا وعلى الأجيال ثانيا وعلى القيم الجميلة ثالثا بكل صراحة وحب. اليوم لهم جناية على الحجاب؟ طبعا هذاك راح نفصل هناك. تفصل حاليا بشكل يعني لفتة، هل الفاشينستات اليوم دكتور محمد العوضي لهم يد في خلع الحجاب؟ لأنهم يعطون قيمة المرأة من خلال الظاهر، وقيمة المرأة في الماركة، وقيمة المرأة في الاستهلاك. لا يطوفك زين، لازم تشترينا الماديات، خيال مادية، أنت سلعة، أنت بالضبط. ولذلك يدرسونها في الاقتصاد، الاجتماع الاقتصادي. طيب، ولذلك تطرح باربي على أنها النموذج، وهذا غزو ليس فقط للعربي أو المسلم، غزو للإنسان في نمذجته على هذا الاستهلاك بهذه الطريقة. لماذا يتكلم، يعني هناك من يقول لماذا يتكلم الرجال بأحكام النساء والمرأة هي أعلم بنفسها؟ يعني خل المرأة هي تفسر، هي من تحدد، هي تقرأ وتفسر هذه الكلمات. اليوم تملك العقل والعلم ووصلت إلى ما وصلت إليه، والحرية والطرح والقراءة، وتقدم رأيها بقوة. لماذا هذه الذكرية بهذا الموضوع؟ لماذا أنتم تفتون بدالها؟ ليش تضعون أحكامكم عليها؟ خلها إيه يا أخي؟ هذه كلمة التفسير الذكوري، التاريخ الذكوري، العقل الذكوري، ليش الذكور محتكرين النص؟ ليش احنا خلنا نناقشه موضوعيا وبهدوء. طبعا انا عندي مقال طويل اجلته والله، اسمه ذكوريه طرح العلمانيات، ان شاء الله جاي وراح تفيدنا. ذكوريه طرح العلمانيات، ايه هذا اللي تقول ان انتم فسرتوا الاحكام الشرعيه تفسيرا ذكوريا لانكم ذكور، ولان الذكر لا يفهم الانثى عندما يفسرها. هذا كلام يعني ما أتعجب أنا، ما يخالف يقوله واحد عادي، لكن أكاديميين يقولونه، مفكرين يقولونه. هذا مرتبط أيضا في يعني في قضايا الحركة النسوية والجندر، مؤامرة يعني أيضا نرجع لا المؤامرة، فكر منحرف الناقشة. إذا أكاديمي وعالم ويعرف ماذا يقول، لماذا أشكك في قوله؟ الأكاديمي تحاكم بأكاديمي، والعلم يحاكم بالعلم، وكما قلت لك لابد من مرجعية نحتكم إليها عندما نختلف. لما نتفق على المرجعية حتى لا نكون في حوارنا كاثنين في كل واحد في وادي، ولا تتواصل أصواتنا لبعض. شيخنا، التفسير النصوص مبني على منهجية موضوعية. أنا بفسر النص، كيف أفسر النص؟ واحد، النص نزل باللغة العربية التي تكلم بها العرب في وضعها الأصلي، لا في تطوراتها والعرفية التي وصلنا اليوم. إذن نحتاج إلى اللغة العربية. أنت يا أختي جيدة باللغة العربية، متمكنة من النحو والصرف والبلاغة و... اثنين، قواعد تفسير النصوص، عبقرية الأمة كما يقول الدكتور علي سامي النشار في كتاب مناهج البحث اللي خاز عليه على أساس الدولة قبل 40 سنة، عبقرية المسلمين في قواعد تفسير النصوص، المحكم والمتشابه، المطلق والمقيد، العام والخاص، نوعية هذا النص أو المسألة الفقهية، هي نص في المسألة أم ظاهر في المسألة أم مجمل في المسألة. أنا لما أقول لك قل هو الله واحد، هذا نص ظاهر لا يحتمل أي دلالة. من شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يرى مثقال ذرة. أمور واضحة ما تحتاج إلى تأويل، يفهمها كل إنسان. ولكن من شهد منكم الشهرة فليصم، المتبادر الأولي أن ظاهر أن 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 نص، لكن نقول لك لا، يحتاج إلى مزيد من التأويل. لماذا؟
قال من شهد شهد فعل ماضي، يعني لما خلص رمضان وشهدته كله، من شهد الشهر الشهر كله بعدين أصوم، ولا من سيشهد الشهر هو الذي يصوم؟ إذن نحتاج إلى تأويل هنا. طيب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الإرضاع هنا واجب على المرأة أم على التخيير؟ هنا دخلنا في المجمل عندما يتساوي المعنيان. شيخ، في منظومة ثقافية ضخمة عبقرية في الأمة الإسلامية لتفسير هذا النص استنادا إلى قواعد متفق عليها ودلالات النصوص متفق عليها. المرأة لا تستطيع أن تفسر ذلك؟ وأنا قاعد أقول إذا قلنا لغة عربية، قواعد تفسير النصوص وأصول، عندنا أصول الاحتجاج، مصادر التشريع الإسلامي، الكتاب، السنة، الإجماع، الاجتهاد اللي يدخل فيه القياس، نعم، عمل أهل المدينة، الاستحسان، المصالح المرسلة، هذه المصادر. أنا ناقش واحدة، أنت دكتورة، أقول لك الحكم الشرعي هذا مبني على قياس. قالت شلون يعني قياس؟ طبعا شو أسوي؟ إحنا ما أنت بتعليم القياس، إحنا مادة الثقافة الإسلامية اللي ندرسها في الكليات العامة مش تخصصية في الشريعة. طلبتنا اللي جاي من الثانوية أمس ندرسهم أن القياس إلحاق واقعة لم يرد بها نص بواقعة ورد النص بها لتساوي الواقعتين في علة الحكم. نقعد ساعة نشرح هذا التعريف ثم نذكر شوية أقسام الحياس ونضرب تطبيقات في البيوع، تطبيقات في الكذا. هذا اللي يعرفه اللي يطلع من رابعة ثانوي أمس عندي تدريس أفضل من دكتورة جامعية تطلع الإعلام وتخربط. يا بنتي اجتهدي وبذلي جهد. أنا يصير أقول ليش القانون هذا محتكر على الدكتور عثمان عبد الملك والدكتور الطبطبائي وإلى آخره؟ دكتور، على مر العصور هل هناك امرأة فسرت القرآن؟ في أقوال في تفسير القرآن، في محدثات، في فقيهات مثل أم المؤمنين عائشة. نعم. وقرأ كتاب سيرة أم المؤمنين عائشة سيدة النساء للعلامة الهندي سليمان الندوي، عقد فصلا في استدراكات أم المؤمنين عائشة على الصحابة وتعليمهم لها وهي معلمة الرجال. في الوقت المعاصر هل توجد امرأة فسرت في الوقت المعاصر؟ يوجد متدبرات كثير، لكن ما كتبوا وايد. أنا هذا يحتاج إلى استقراء، لكن نقطة لا أكمل قضية الذكورية بشكل سريع، أنا عندي فاصل دكتور. يعني أنا شو أسوي يا شيخ؟ يعني استنباط الأحكام بعدين. طيب أخذ الفاصل، أخذ الفاصل. لا يوجد دليل في القرآن على الحجاب إنه فرض واجب، أين النص في هذا الموضوع؟ بعد الفاصل بماذا سيجيب الدكتور محمد العوضي. دكتور، ما بي أرجع على الموضوع، لكن إذا عندك تعليق فيه بشكل سريع على موضوع لماذا الرجال يتكلمون في الأحكام الخاصة بالنساء، خل الموضوع حق النساء خاص فيه. هذا يسمونه شخصنة الموضوع، يعني في المغالطات تقول لك لا، المرأة تفسر أحكام النساء والرجل يفسر أحكام الرجال. أصلا زي أوجدوا منطقا عصر حريم جديد، الرجال تكلموا في قضايا الرجال والذكور والنساء تكلموا في قضايا النساء. إنزين، المفروض يكون السؤال عن الدليل، هل هذا الرجل فسر صواب أم فسر غلط، وهل هذه المرأة فسرت وفقت في تفسير صواب أم غلط. لأن الرجل هو الذي فسر أو المرأة، العبرة بالدليل والصواب والعمق والنتيجة وليس بالشخصنة. فذيل انتقلوا من النص إلى الشخص وشاغبوا عليه، هذا نوع من أنواع الهروب من الدليل. اثنين، في كل التخصصات الدنيوية اليوم، في طب النساء رجال، وهين يكون أقوى من الرجال أقوى من النساء، في الطب النفسي، في الاستشارات النفسية، رجل يروح حق مرأة عرف عنها الاستشارات النفسية الجيدة، بل حتى في الهندسة، حتى في إطفاء الآبار، وصحيح العكس. زين، وصحيح العكس. نعم. فأنتوا شو قاعد تقولون؟ أنتوا قاعد تخربطون المجتمع، أنتوا تخلون وظائف نسائية فقط ووظائف رجالية فقط. يقولك أنت ما تعرف احتياجات المرأة الدقيقة، يعني أنت لما تتكلم على أمر معين ما تدري عن المرأة هذه تكوينها، احتياجها النفسي، لأن أنت لم تكن امرأة قبل هذه المرأة. المؤمن مرآة أخيه، من قال لك أن الذي يحلل للنساء والرجال
رجل يحلل المرأة والمرأة تحلل الرجل والرجل والمرأة يحللان المرأة والمرأة والرجل يحللان الاثنين. يا جماعة هذه أمور مشاعر واجتهادات فكرية وتعاون فكري، وما في إنسان يستطيع أن يعطي نظرية متكاملة شاملة في ظاهرة اجتماعية معينة نسوية أو رجالية، ما تتكامل الخيوط، ودائما الظاهرة الاجتماعية ليست ناجزة، إنما مع الزمن والتكامل والتفاعل تتبدى لنا وتتجلى فيها تكامليتها. لكن تعال تعال يا أبو النساء يا أبو الذكورية أنتوا تقولون لماذا كل استشهاداتكم ترى الشهرين اللي فاتوا أكثر من كاتبة، حتى في جريدة الرأي في جريدة كلهم، أنا حتى أبدأ بربعنا. نعم شو اللي حاصل؟ يستشهدون بمحمد شحرور، أن محمد شحرور قال ومحمد شحرور، ما أنتوا ركضوا وراء الرجل قاعد يفسر لكم، هربتم من الرجال وأتيتم إلى رجل، إذن المسألة رغبوية وليست مسألة عقلية. إذن أنت كأنك تسقط إلى أهواء، هذه واحدة أهواء. طيب الاحتفال الضخم بمناسبة مرور 100 عام على صاحب كتاب تحرير المرأة قاسم أمين، مجلدين عندي أنا، المجلس الوطني للثقافة، شاركت فيه الدكتورة النقاش، شاركت فيه شهرزاد العربي، شاركت فيه كل العلمانيات، شاركوا واحتفوا بقاسم أمين. ليش؟ محرر المرأة. هذا رجل جمال البنا اللي طلع مجلدين في حجاب المرأة انه مو شرعي، هذا رجل قاعد يحتفون فيه وينقلون منه، عدنان ابراهيم اللي ما يتكلم ايضا ينقلون منه في غلطة في قضية علة الحجاب وقضية الحر اللي قالها في قناة نسيت روتانا ولا غيره. اذا انتن في الوقت الذي تنكرون علينا الاستشهاد بعلماء فطاحل ملأوا الدنيا علما في تفسير النصوص، هنا تفسير في الوقت ذكوري الذي تجرون فيه على تفسير ذكوري بديل، إذن المسألة يا شيخي فيها لعبة وفيها رغبويات، وهذه صعب تناقشهم يا شيخ. وليس الرغبة عند الرجل عندما تكلم قاسم أمين وغير قاسم أمين لما تحدثوا عن المرأة، ما يخالف تكلم، أليس هنا أيضا في رغبة؟ في رغبة، ليش تجرون وراء وليش تحتفون فيه؟ ما هو رجل، شلون فهمكم يعني قاسم أمين فهمكم والإمام القرطبي ما فهمكم؟ قاسم طيب، في قاسم أمين وفي سيد قطب، سيد قطب فسر القرآن تفسيرا وقاسم أمين وقف مع بعض الآيات اللي تكلم عنها سيد قطب، إيش معنى هذا وليس ذاك، وهذا أديب وهذا كاتب، فالمسألة فيها شيخ فيها رغبة. أزيدك بعد في شيء تبي تقول، أنا بغل هذا عندي محور آخر أريد أن أنطلق فيه دكتور. نجد الفقهاء نفسهم الرجال يلزمون الزوج في الفقه الإسلامي، إجماع الفقهاء الزوج ملزما بالنفقة على زوجته وإن كانت فاحشة الثراء، ما قال له والله يا مسلم أنا فقيه أشرع لك أن هذه غنية ما تنفق عليها، لا يلزمك إلا إذا هي تطوعت، والعلاقة بدل ما تكون تعاقدية تكون تراحمية. اثنين، تحريم التعدد من الفقهاء للرجل إذا كان التعدد عقوبة أو بغرض الإيذاء والمتقرأ، لكن هؤلاء لا يقرؤون يا شيخ ولا يستقرؤون، وهذه مشكلة كبيرة عندنا معهم. لو أردت ختاما في هذا الملف في هذا المحور، شوف هذه النقطة الحساسة، العقاد عندك كتاب اسمه ساعات بين الكتب أو بين الكتب والناس، عنده مقالة بعنوان شعر النساء وغيره. العقاد لو احنا جينا حق الطرف الآخر اللي أيضا عنده ندية، يعني يطرح مضاد يقول لك لا حبيبي، ترى شوف النساء اللي يدرسون فلسفة في كليات الفلسفة، تاريخ الفلسفة ماذا؟ كل رجال، امسك موسوعة عبد الرحمن بدوي، امسك موسوعة اللي ترجمها زكي نجيب محمود، امسك مصطلحات لالاند، امسك كل الموسوعات الفلسفية من الفلاسفة اليونان لأوروبا، أفلاطون وسقراط، جاء مسكين الدكتور اللي درس عندنا بالكويت العالم الكبير الدكتور عبد الفتاح، إمام عبد الفتاح، هذا الدكتور أبو الفلسفة المثالية، يعني أبو هيجل، حتى كان يوقف في القاعة عندنا في جامعة الكويت يقول دانا جارسون في قصر هيجل، زين. فالشاهد هذا الرجل ألف 5 أجزاء طبعهم مكتبة مدبولي فلاسفة النساء والفلاسفة والمرأة والفلاسفة، بالكاد يجمع لك كلمات هني، ما درسون فلسفة ولا الرجال عقليا أكثر؟ طيب في محدثات في التاريخ الإسلامي كثر بس ما في مفسرات وأصوليات وفقيهات، وكأننا يقول الآخر أن المرأة عقلها حفظ أكثر من عقل استنباطي، وندخل في الفروق الفردية، يعني لو أردت تفتح المجال لا تتشعب دكتور، كيف تغلق هذا المحور؟ لا هذا المحور أنهي؟ كيف تغلق؟ نعم. لا بطرح سؤال، لماذا صانعي الأزياء اللي لبسونكم بالمقص اليوم موديل باريس والمشاهير هم رجال اللي يلعبوا يتلاعبون بأذواق النساء؟ لماذا أشهر الطباخين العالميين رجال؟ لماذا أكثر من يصنع عطور النساء ويشمها ويعطونهم فلوس من أجل مصففين الشعر رجال نساء؟ يا رجل لو فتحت الموضوع ويمكن أن نفتحه، لماذا الشعر في التاريخ الإنساني العاطفي، خلي شعر الحرب، شعر الصيد، شعر الطرد، لا لا الشعر شعور، لماذا برز الرجل في الشعر أكثر من المرأة معنا شعور؟ قل خل شعر الصيد والحرب، شعر الرثاء والبكاء،
لماذا أيضا الرجل إذا بكى في شعره كقصيدة المتنبي زين في أخت سيف الدولة أو أبو علي الصابي أو إلى ماذا يرمي الدكتور محمد العوضي؟ هل الرجل أكثر فكرا وعقلانيا من المرأة؟ ماذا وضح لي؟ أرمي أن ليس هناك ندية وأن الطرح أن والله هذيل اللي يقولون الرجل هو الرجل الرجل هذيل يقول المرأة 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 لا نريد أن ندخل ونقع في هذا الفخ العملية تكاملية وفي تترس في دائرة الفروق الفردية وليست في دائرة أن التاريخ الذكوري فرض على المرأة فحطم ملكاتها. لا يوجد دليل في القرآن على الحجاب دكتور محمد العوضي. قبل لا يوجد في شيء على المحور السابق بعد كتاب اسمه جنس الدماغ. نعم. يفرق بين دماغ المرأة ودماغ الرجل حق آن أمير، هذا كان أحد المراجع في حتى اللي مترجمة بدر منيس وهذه في طبعة ثانية بعد. يعني وظيفته في 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 موضوعنا الوظيفة أن الذين يقولون أن المرأة نفس الرجل وتستطيع أن تقوم بما يقوم به الرجل طبيعة وإنجازا كالمدارس النسوية الجديدة، وأن هذه مدارس تنتمي إلى تنتصر للبيئة أن الرجل ضغطها، وفعلا الرجل حصل منه قمع وحصل منه إقصاء وحصل منه ظلم، لكن لما جت تشريح الدماغ قالك لا في حدود اللي هو الناموس الكوني والدماغي. والفؤاد زكريا العلماني الكبير واللي كان عندنا رئيس قسم الفلسفة يقول هنا انتصر هذا المبدأ، ولا يعني الظلم ولا يعني، لكن المخ يختلف، وهذا الاختلاف لأجل التكامل لا لأجل التصارع، لأن عندنا هنا مجموعات نسوية متطرفة في أوروبا يريدون ليس فقط مساواة المرأة بالرجل إنما إخراج الرجل من حياة المرأة، وهذه مصيبة كبيرة في قضية شراسة العلمانية فيما بعد الحداثة. أنتم أيضا كرجال دين تركزون على المظاهر وعلى الأخلاق وعلى الأمور هذه كلها وعلى لبسك تصرفك شعرك حجابك الأمور هذه كلها، وتتركون المال والسرقات والحقوق الإنسان، ويعني يقولون ذلك هذا وهذا ما هو واضح للناس ما يلتمسون منكم كرجال دين، ولكن هذا أيضا مرتبط وما أجبتني على هذا السؤال اللي هو هل هو الحجاب هو فرض وذكر بالقرآن؟ بعد الفاصل أسمع إجابتك. فاصل مشاهدينا لنعود إن شاء الله، ابقوا معنا. كيف تجيب دكتور محمد العواضي لا يوجد دليل في القرآن على الحجاب؟ أول شيء لازم أرد عليك على السؤال اللي قلته بالفاصل ذاك تورطنا. لا بذكره لك بعد لا شوية. لا خلينا نقوله من البداية حتى ينسون. تفضل. اللي هو موضوع نهب الأموال العامة وحقوق الإنسان، ما تركزون على هذه الأمور فقط الظواهر. شيخ يعني اللي يقول إن إحنا فقط، أنا أول شيء أتكلم عن نفسي، اللي يقول إن إحنا فقط نركز على المظاهر وهامتنا المظاهر، المظهر له علاقة. طيب قبل ذلك على المظاهر ولا يركز على الأخلاق، يا رجل أنا عندي 13 سنة في مشروع ركاز لتعزيز الأخلاق اللي هي المحاضرات اللي تكون في الأسواق وفي المجمعات وفي النوادي وفي الجامعات، وننظف فيها كل طاقة، تجد الطاولة الواحدة عليها لاعب وفنان وداعية وطبيب، يا مسوق شرق في الأفنيوز في شو اسمه اللي في الفحيل الكوت الكوت نعم. في السالمية في كل المجمع مع بعسود دعاية بعدها كل هذا ما سوى الدعاية كلها نعم قيمية، وكل حملة لها قيمة يدرس علماء نفس وعلماء تربية ونتواصل فيها بالداخل والخارج ونجيب ضيوف ويشارك نساء والحضور بالآلاف ومسجلة فيديو وتوزع على العالم مجانيا ولها رعاة وشارك فيها الدولة كلها وصاحب جزاه الله خير ما أنا ذاكر تجار معين بس خلنا نقفز خلنا أقول ولي العهد تتكلم عن قيم الشيخ نواف جزاه الله خير ولي نعم. لما زرته قال لي أشكرك يا محمد على تركيزك على الأخلاق والقيم والعلاقات الاجتماعية اللي قاعد تسويه في محاضرات الأسواق وركاز لأحس فيها بعدين تعال العمل الإغاثي وإنقاذ الإنسان هذا شو تسميه، أما قضايا المال العام ما عم شغل برلمانيين، مقالاتي أنا وأنا أقولها بحسرة عن البدون، ارجع الى ما قال مثلا واحد منهم البدون كائن حي، شنو اللغه اللي تكلمت فيها؟ وانا ما ودي افتح الجراح، ترى اللي قاعد يصير حق البدون شيء تنخلع له القلوب اليوم، قضيه الجنسيه شيء والحقوق وان يعيش كانسان شيء اخر، هذه شهاده اقولها امام الله سبحانه وتعالى وادين فيها اللي قاعد يصير، غير راضين احنا، ما احنا اصحاب قرار، احنا نقول كلمه حق يا اخي. المهم نعم. فلا يا اخي مو صحيح
مو صحيح انكم تركزون على الاخلاق وعلى المظاهر وكذا وتتركون يركز على المظاهر تتركون القضايا اللي قاعد يركز على المظاهر اللي بالشوارع تعال اشتر هالموضه وهالدعايه وهال وبالاسواق وبالجرايد اللي هو الدعايه والاعلان في كل الفضائيات اللي يركز على المظاهر تحويل المراه الى كائن بلاستيكي الى ماده استعماليه الى لوحه اعلانات متنقله هذا الكائن الكريم يتحول الى لوحه اعلانات متنقله يا رجل طيب لا يوجد دليل في القران على الحجاب دكتور محمد شيخ يعني تعبت أنا أقول لك الصراحة الكلام يتعب يا أخوي راشد الحجاب لما ورد في القرآن اللي هو الساتر يقولون ورد لأمهات المؤمنين أما الحجاب للمسلمات هذا فما ورد في القرآن الكريم قلنا نعم ورد في القرآن الكريم وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب نعم حجاب هنا الساتر لأن أمهات المؤمنين لهم خصوصية يوقفون عند هذه الآية وهي صحيحة ويتغافلون وينسون الآية اللي كل المسلمين حافظينها نعم. وليضربن بخمرهن على جيوبهن الخمار ما هو الخمار الغطاء المرأة العربية كانت تقط الخمار على رأسها الشكل وتمشي فرب العالمين قال فليضربن بخمرهن الخمار موجود ليش نعم فش تسوي فيه شوفني بقى. شوف خلنا نتحجب قدامك حق بناتنا على جيوبهن هذا الجيب على جيوبهن فصار شنو؟ صار حجاب لكن ليش تقول لي ليش ما خذتها وغطتها الشكل انتفت صفة الخمار الجيوب هناك جيوب ظاهرة وجيوب مخفية الجيوب المخفية تقصد فيها منطقة الصدر وهذا المرأة العربية كان هذا ثوبها هذا الجيب مفتوح أحيانا فأمرها أن تضرب على الجيوب نعم. لاحظ كلام أم المؤمنين أكمل الآية دكتور عائشة هذه الآية نعم. جاء لاحظ أم المؤمنين عائشة تكملة الآية يكون في تفسيرها لمن عاشها يعني أنتم تريدون تفهمون الآية أكثر من أم المؤمنين وبنات الصحابة وفاطمة زهراء وغيرهم هذا شيء جنون وشيء خارج المنطق يريد أن يصنع له فهما آخر بدلالات لفظية أخرى ويقع قضية التزوير والتفسير الباطني الذي لا يستند إلى مرجعية لا لغوية ولا إلى نصوص منقولة فمثلا نعم. أم المؤمنين عائشة ماذا تقول فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي شوف أن الخمار موجود عدل أرفع خماري أحسره عن عنقي تطلع عنقي وين قالت هذا إذا جاءوا أرحامي معناته الأصل إنها متى يا أم المؤمنين تحسرين خمارك إذا والله ما بقيت إلا أنا وأرحامي مع أبوي وأخوي زوجي إذا الآية لأمهات المؤمنين فقط أمهات المؤمنين فقط هذه خصوصية لأمهات المؤمنين وين على المؤمنات وين الآية على المؤمنات وجب عليهم الحجاب على المؤمنات ضربنا بخمرنا على جيوبهن للمؤمنات وإجماع أيوه؟ وقلنا في البداية إجماع التفسير نعم, نعم. أكمل الآية يقولك إذا بما معناه حتى يأمنوا أنفسهم لكن التبرج هذه آية التبرج لا هذه غير زين وهم قاعد يوظفون هذا الدكتور إن الحجاب يا بنات أنا أرجو من أي إنسان عنده شبهة فيما يخص عورة الأمة وعورة الحرة نعم الذي قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين وإمام الأندلس ابن حزم في المحلة وأبو حيان المفسر الكبير وأن الفرق بين العورة المرأة الأمة والحرة في الصلاة مو برا في السكة ورواية عمر بن الخطاب التي رواها البيهقي دراسة مكتملة هنا في تتبع الروايات أنه يقولك حتى تعرف الحرة من الأمة أن ما تضع الحجاب على رأسها ما تضع شيء على رأسها بين هذه أمة فرق بين ما تضع الحجاب أو ما تضع شارة مميزة من أجل التشبه هذه واحدة اثنين هل هذا الأثر صحيح أم لا ناقش يقول ثبت العرشة ثم انقش هذا الكتاب دراسة مفصلة لهذا الباب واستقراء لمن احتج وخروج بنتيجة إذا الأمة لا تضع الحجاب لا تضع الحجاب ومن فرق كما قال ابن حزم الأندلس الإمام بين عورة الأمة وعمرة المسلمة أنها تلبس حجاب وهذه لا تلبس حجاب فقد يعني خالف شرع الله ودين الله لازم شيخ نكون واضحين إذا غير صحيح أن الأمة ردائها يختلف عن نعم. وهذا الشغب ما الذي يأتي به هذه القراءة المبتسرة يأخذ هذه الآية ثم ينكر هذه الآية ثم يعمم آية الستار هذا الشغب الذي تقوم فيه هذه القراءة المعاصرة هو الذي جاء كتابنا من أجل كشفه والكتاب عميق ترى مو سهل ومن أجل وضعه بين أيدي المختصين ما
ويقول لك ان علة الحجاب هو عدم الإيذاء، وهنا اتت تكملة الآية هي الإيذاء، يعني اذا انا رحت مكان ما في اذى وفي امان وفي قوانين وفي كذا، اذا ما في مشكلة، هو الحجاب بس لتمنعين الاذى عنك اذا في مكان مؤذي. يعني ابنة فرنسا لا تستطيع بزيها ان تكون مثلا بالمدينة بهذا الزي تتعرض الى الاذى، وصحيح العكس، ذات النقاب والخمار وغيره تكون في فرنسا بهذا الشكل تتعرض إلى الأذى، إذن ترتدين نفس مثل ما يرتدون حتى لا تتعرضين إلى الأذى. هذه فكرة الحجاب، بماذا ترد؟ يتبنى هذا الرأي. عندما نقرأ كتب المنطق، أي كتب المنطق قديمة وجديدة، الشمسية، التفتزاني، السلم، حتى دائما في باب اسمه باب المغالطات. باب المغالطات يذكر لك كيف يفكر العقل تفكيرا سليما حتى لا يتعثر في حكمه. المشترك اللفظي، تفصيل المركب، المصادرة على المطلوب، وصف الدليل على خلاف ما هو، جعل علة ما ليس بعلة. يقول لك علة الحجاب لتجنب الإيذاء. بالضبط، فلا يعرفن فيؤذين. نعم. ها؟ نعم، لكن هذه ليست علة، هذه فائدة على الحكم الشرعي الذي أفرض الحجاب. أنت تقول يا أخوي راشد أنا والله لقيت لي مدينة بروح أتوظف فيها، فرصة عمل، حقوق، إجازات، مخصصات، من أروع ما يمكن. وين؟ قال في المدينة الفلانية. نعم. وهي مدينة جميلة وفيها ما فيها من التنظيم الإداري بالعبقري وإلى آخره، فرحت هناك واستفدت من التنظيم العبقري، وبنيتك أيضا تستفيد، هذا اللي استفدته واللي سويته ومستشفياتهم الجيدة، هذه فائدة ترتبت على العلة وهي الوظيفة. فالحجاب أمر إلهي مجبر به المسلم تتحقق فيه هذه الوظيفة، وأحيانا قد تؤذى المحجبة واقعيا وعمليا، والقرآن رب العالمين يعلم أن المحجبة راح تؤذى في أحيان كثيرة، لكن هذه من معطيات عدم الإيذاء. لذلك الكتاب اللي طبعته الله يرحمها غنيمة المرزوق، زين، كتاب الدكتور الكبير ابن الكويت المصري اللي يعني كان طبيب كبير اللي هو حسان حتحوت، بهذا ألقى ربي خطاب للمسلم المعاصر، لما ذكر أن الملابس تتكلم وجاب الآيات، جاب قضية المرأة في جامعة أظن لوس أنجلوس، الفتاة التي كانت جميلة ويتحرشون فيها الطلبة. نعم. وإذا مرت فتحمست مع الجمعيات النسائية فذهبت قالوا حسري، مسحت شعرها على الصفر حتى تكون خشنة، تحرشوا فيها، قالوا لها لبسي لبس المسلمات، ترى لها دلالة، لبست لبس المسلمات فانكمشوا. فاللبس إذا كان محترما والحجاب الحقيقي وليس الحجاب الذي أحيانا يكون إذن هو متبرج. دلالة يستخدم كدلالة دلالة. أنا مسلمة فليست وليس هو فالعلة هنا يعني كم من محجبة تسيء إلى الحجاب، صحيح، وكم من سفور تتمنى أن ترتدي الحجاب. الله عليك يا راشد، بعد الفاصل صعب. سامحني دكتور، بعد الفاصل راح أرجع معاك، ولماذا الحجاب على المرأة وليس على الرجل. لماذا هذا التقييد بهذه التفسيرات؟ يعني قبل ما انت سألتني في الفاصل، محجبة تعبانة، محجبة تعبانة، كم من محجبة أساءت الحجاب، وأيضا كم من سفور تتمنى أن ترتدي الحجاب. صحيح. ولماذا أتقيد أنا بهذه الفتاوي وهذه التفسيرات السابقة للحجاب يا دكتور؟ ما العلم هناك تفسيرات معاصرة؟ هذا صار سؤالين في سؤال. بالضبط، لأن أنا عندي وقت. الأول أنا قلت لك طقيت على هذا، قلت سؤال جيد. نعم. مصطفى صادق الرافعي في كتابه وحي القلم، أظن تحت عنوان تربية لؤلؤية، يقول أو في القصة اللي قالها اللي اسمها في اللهب ولا تحترق، يتكلم عن يا جماعة قروها، في اللهب ولا تحترق، الازدواجية اللي تصير عند هذه الرقاصة اللي بعد ما تطلع من الرقص وكل شيء تفرش سجادتها وتدعو لبيك وتبكي، فيها تضمينات خطيرة وتربية لؤلؤية أيضا. يتكلم يقول كم من محجبة وروحها عارية، وكم من سافرة وروحها محجبة. يا جماعة عندنا القسمة الرباعية، محجبة لعوب، محجبة مستقيمة، محجبة بين، سافرة محترمة، أمنا ولا أختنا، سافرة بين، سافرة لعوب. شو المطلوب؟ المحجبة اللعوب تصير محترمة، والسافرة المحترمة تكمل دينها بالحجاب. فبالتالي كل واحد له جزء من التقصير. اللي يظن أن الحجاب هو الذي فقط حق العفة، مو صحيح. الحجاب ما يقول فقط أنها عفة،
الحجاب لباس فرضه الله سبحانه وتعالى لكي يؤدي مهمات اجتماعية وهوية وإلى آخره. أنا أحتاج أفصل لك طويل وجزء من رسالتي في الدكتوراه. لكن اللباس له رمز وظيفة، اللباس رمز ديني، اللباس رمز بيئة الرمال. فأنت لما تشوف شرطة يسيئون لا تقول فسخوا فلنرمي ملابس الشرطة، قضاة يرتشون تقول هذا اللبس القضاة سيء، أطباء يخونون. المشكلة مو في لباس الشرطي ولا في لباس الطبيب، سلوك الفرد نفسه، إنما في تربية الإنسان نفسه. فالمجتمع المسلم الملتحي في عهد الرسول والمحجبات كلهم هذا يقع منه خطأ وهذا مستقيم وهذا لا، لا تفهمون غلط يا جماعة، عرفت كيف؟ وبالتالي شنو القاعدة؟ أن الحكم الشرعي فوق سلوك الشخص، وليس سلوك الشخص المحجب والملتحي والمصلي فوق حكم الشرعي، فنكمل ديننا بعضنا مع بعض. فهذه القسمة اللي أنا يعني أحب دائما نعم في هذه القضية. أما الرجل غير محجب والمرأة محجبة لماذا؟ هذه تدخل على الفروق الفردية. احنا عندنا في الشريعة الإسلامية البعد الشرعي، طبعا هذا مو تعليل لكن تفسير، البعد الشرعي مرتبط بالبعد التكويني. نعم اخوي راشد، الدولة تريد ان تبني مدينة فيها سراديب عميقة وعمارات عالية، المهندسين راحوا وشافوا الأرض، البعد التكويني قالوا الأرض ما تصلح، نوع التربة جيرية، المياه منسوبها عالي. فالبعد التكويني والتربة وتركيبها يفرض عليك تشريعا وخريطة معينة. الله خلق المرأة وخلق الرجل بخصائص متكاملة متنوعة لكي يقول لهذه تحجبي ويقول لهذا هذه عورتك، وثم يحدث التكامل. وهذا الموضوع يحتاج إلى بسط لولا أنك حصرتني في الفاصل الأخير. لماذا التقيد بالتفسيرات؟ بعدين لحظة ها، الله قال حق المرأة تحجبي، رب العالمين قال ليش تحجبي؟ إلا إذا أردنا أن ندخل في خصوصية الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. المسلم يسلم عقليا بالبراهين والأدلة أن الله موجود، ويسلم عقليا وبالبراهين أن النبي محمد قطع النبي، ثم يستسلم لكتابه اللي هو مصدره. نعم. ثم بعد ذلك يستسلم. إذن هناك يعني القرآن جاء صريح بهذا الموضوع، ونص واضح ودلالة واضحة بأن الحجاب فرض، فرض وقطعي وحكم ليس أنت فرعي أبدا. نعم. على كل مسلم. لماذا؟ والله والله يا راشد إننا في العصر هذا اللي قاعد يتلاعب فيه في المرأة، وتخرج هكذا بالطريقة من أجل ذئاب الرجال. يعني أنا أقول لك مثلا، في قبل 3 سنوات قابلت يانينا، قالوا لي راقصة باليه أسلمت، ليش ما تقابلها؟ وأنا كنت في سويسرا أسجل، حتى كم دقيقة باقي لي؟ نعم 5 دقائق، ما راح أقول القصة. هذه البنت تقول وجدت ذاتي 22 سنة على سجادة الصلاة وليس على خشبة المسرح، تصفيق الرجال، هذه ذئاب بشرية تتستر في زي آدم، لأن الحب الحقيقي أن أريد لك الخير، لا أن هذه الغنفة أنا أحبها حب لذاتي تتلف أجيب غيرها. الحب الحقيقي أن تضحي من أجل الآخر. فشوف شوف شوف الفرق، الأولى على ثانويات المكسيك، والأولى على مناظرات العالم، الأولى على جامعة الخليج. عندنا المكسيكية اللي سويت معها مقابلة سنتين، عايشة اللي كانت هذه البنت، شوف مقطعها معي عن الحجاب شو تقول. هذا فرق بين حجاب القناعة والإيمان والعبودية وبين حجاب القهر وحجاب المجتمع وحجاب العادات والتقاليد وحجاب الديكوريشن. لماذا التقيد يا دكتور في هذه التفسيرات السابقة، وعلما بأن هناك تفسيرات حديثة ومعاصرة للحجاب؟ مش تبين تقيد بما سبق، اترك لي أن نستمع إلى المعاصر. التفسير التقليدي شنو تقليد؟ هذه كلمة يرمونها هكذا ولا يعرفون دلالتها. التفسير التقليدي مرتبط بقواعد وشروط وبحوث وأدوات وآليات. أما التفسير العصري، وين التفسير العصري؟ خليني أعطيك مثل على التفسير العصري. مو محمد شحرور يستشهدون فيه بقنواته، هذا محمد شحرور نموذج. محمد شحرور شوف المقطع اليوتيوب ماله مع عمرو أديب في قناة اليوم، وجالس هو على الهواء حاطين صورته، وجالس منه جالس الجندي الداعية المصري، فيقول له عن معنى ملك اليمين. قال له يعني هالمرة يعني ماذا يعني؟ قال يعني رجل وامرأة بحيث غير متزوجين ويمارسون الجنس ليس علنا، هذا عادي وهذا معنى ملك اليمين. قال له معقولة؟ قال له طبعا 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 طبعا، كلام شحرور، طبعا طبعا 5-6 مرات طبعا، يخرب إبليس. ثم بعدين لما وكررها مرة ثانية قال شو هيك فرنسا، ماكو داعي لا شهود ولا شيء، الناس تعلم أن هذا رفيج هذا وينام وياها، صارت الحجة باريس. لذلك اسمع، خلي يسمع،
شحرور قبل 20 سنة أول ما طلعت الجزيرة، وكان ماهر عبد الله الله يرحمه يقدم الشريعة والحياة، قلت عنه لما جاب في كتابة وينه الكتب وين راح؟ أما الثاني هني اللي طلع فيه أول شيء الكتاب والقرآن، وتكلم هنا عن عورة المرأة والجيوب. هو شحرور هنا شحرور نعم. صفحة 607 طبعا الأولى، بعدين نقل بعضها في كتاب الأصولي. نعم دكتور محمد شحرور. نعم هذا يعني أن المرأة المؤمنة يحق لها أن تظهر عالية تماما أمام هؤلاء المذكورين أعلاه والمذكورين في نص الآية، فأقول نعم يجوز إن حصل ذلك عرضا، الزوج الأب الولد الابن ابن الزوج الأخ ابن، تطلع عارية عادي مو حرام بس عيب، خلك ذوقي لا تطلعين عارية تماما أمام عرضاً. هؤلاء عرضا عرضا ها يعني تطلع مو حرام، والجيوب اللي معناها اللي قالها كلام يعني مخجل يناقض اللغة ويناقض العقل. ولذلك بس أنا أقول لك شو قلت عنه في الجزيرة، قلت هذا يصلح مفسر في شارع الشانزليزيه وفي نوادي العرات، زعل واتصل عليهم قال له قايل عني ملحد أحسن لي. زين لا أنا عارف وصفك أنت يا من تريد أن تحول بيوت المسلمين ومجتمعات المسلمين كلها شقق مفروشة بساعة، هذا دعوة للدعارة هذه من خلال تفسير القرآن. لذلك العفو، لذلك الدكتور صهيب السقار لم يستطع أن يسكت. هل مستعد للمناظرة مع دكتور محمد؟ نعم تناظر محمد شحرور جيبة. دكتور محمد جيبة. العوضي على استعداد تام بأن يناظر الدكتور محمد شحرور. جيبة هني عندك جيبة زين؟ نعم. شوف هني، ولذلك ما استطاع في صفحة 142 يقول لي أول مرة يأتي واحد في التاريخ ويأجر مهندس، هو مهندس مهندس نعم مهندس دارس في روسيا، يأتي ويقول الزنا مشروع بنص القرآن الكريم، هذا المجرم أليس ينبغي أن يحاكم ويعزر؟ ثم هل يقال هذا رأي آخر؟ هنا يشير إلى ملك اليمين. أي لحظة هل يجوز هذا؟ آخر حاجة شوف هذا ضد المرأة يا نساء يرحم والديكم، قال له آخر شيء عمرو أديب. طيب إزاي لو أن مثلا حملت إيش تسوي في الولد؟ ماكو، قال ده بقى هي مشكلتها، هي اللي يعني هي اختارت. تبرأ منها يا مجرم بهكذا تضلل وتتبرأ من مرأة وتدوس عليها؟ هذه واحدة. اثنين، ولذلك أنا قلت مرة مو كل شيء نقول رأي ورأي آخر، يقول كان يا أخي أحترم رأيك واختلف وياك، لا أحيانا أقول لأ أنا أحترمك كإنسان شحرور وغيره، أنت إنسان ولقد كرمنا بني آدم قبل أن يتوزع على مذاهب وأديان، أنت كريم كإنسان، لكن رأيك سخيف وما أحترمه، واحد يعبد بوذا أقول له أختلف معك يا إنسان أنا أحترمك كإنسان، لكن هل أقول رأيك الآخر محترم؟ لا والله ما محترم، يجب أن تكون عندنا معيارية ونكون جريئين في الحكم على الباطل. الحجاب جدل وحرية، كان هذا هو عنوان هذه الحلقة. وصلنا للختام دكتور محمد العواضي، بدقيقة أترك لك كلمة الختام محملة برسالة إلى بناتنا في هذه القضية. بناتنا هذا كتاب اسمه نظرة الغرب إلى الحجاب، دراسة ميدانية موضوعية، كاثرين بولك نقله للعربية شكري مكتبة العبيكان. هذه امرأة دراسة ميدانية، اسمعوا ماذا تقول، مو تقولون مو رجال يكتبون؟ طيب وهذا إذا اختلفت المرأة مع المرأة في موقف الحجاب، المسألة تحتاج إلى موضوعية بحثية وليست إلى جنسية. اثنين، في الختام الضجة اللي صارت في الكويت تملي علي، وأنا عندي مركز رواسخ، أن أهدي نسخة لأختي النائبة صفاء الهاشم، يعني عربون تواصل. نعم. لماذا اخترت صفاء الهاشم؟ لأن هي يعني تكلف الموضوع وصار حديث وصفاء الهاشم بالمناسبة أنا ما التقيت فيه حقيقة، لكن الشيخ وليد العلي رحمة الله عليك، الله يرحمه، الله يرحمه، حبيبنا، الله يرحمه، كان في السنة اللي حجيت فيها من 5 سنوات ولا أقل، جانا على غدا في العزيزية، فقلت توني جاي وكنت مع الجروب معهم ومعنا النائبة صفاء الهاشم، قلت له يا وليد يا شيخ وليد بالله عليك توصل لها السلام الحار من أخوها محمد العوضي، وأنا الحين أهدي هذا الكتاب الفكري العميق جدلية الحجاب، جدلية الحجاب حوار عقلي في فرض الحجاب وإنكاره. هي القضية شيخ، تدري شو الكتاب؟ الكتاب لا يتكلم عن الحجاب فقط، الحجاب نموذج لتطبيقي للذين يريدون أن يضربون ثوابت الأمة، يا يعني الناس راح يجون على المثلية، راح يجون على قضية الصلاة الواجبة. لا الإهداء الثاني لي حقنا ولا لا يبا مو المشكلة لازم تحلها، ما يصير واحد الثاني. الكتاب هدية حق وزير الأوقاف والأخ فهد العفاسي. نعم. هذا ليس فقط لأنك وزير أوقاف بنيت الحملة، ولكن أيضا لأن والدك الكريم محمد العفاسي صديق عمر من
نعم. من الثانويه قاعد يقول لك اختمها لا وهذا عربون تاريخ الدكتور فهد العفاسي يعني هذا فهد العفاسي ابن رحمه الله عليه الرجل يعني رجل الدوله رحمه الله عليه محمد نعم. العفاسي محمد العفاسي الوزير السابق ايضا وهذه نسخه حقك زين شكرا 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 بارك الله فيك دكتور محمد العوضي المفكر والداعيه الاسلامي شكرا جزيلا لك كانت هذه هي حلقتنا مشاهدينا الفكريه في هذا الموضوع وان شاء الله نكون حاولنا نطرح اغلب التساؤلات اللي تجول في الخاطر وفي النفس نسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه إن شاء الله وأن تكون مقتنع في هذا الموضوع على المستوى الشخصي وقبل ذلك أن تراعي الله سبحانه وتعالى بما تعمل وبما تقوم به من أعمال في الشكل وفي السلوك وفي الزي وفي التصرف إنما الدين المعاملة تصبحون على أمن وأمان وصحة بالأبدان كنت معكم راشد حسن إلى اللقاء.